تأتي القمة القادمة الخليجية الأمريكية اللي تم الإعلان عنها في 21 أبريل في الرياض للتأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج. ونحن نتطلع أن هذه القمة حتى حتكون يعني تأكيد على المقررات السابقة في قمة كامب ديفيد في شهر مايو من السنة الماضية. سيد سفير، يقال كثير هذه الأيام في واشنطن عن علاقة الإدارة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، مجموعة مقابلات أجراها الصحفي جيفري جولدبرغ استنادا إلى مقابلات مع الرئيس أوباما. تبين من هذه المقابلة أو هذه المقابلات أن الرئيس باراك أوباما يعتقد أن منطقة الشرق الأوسط لم تعد بالنسبة للمصلحة الأمريكية على ذلك القدر الكبير من الأهمية. يعني بالنسبة لمنطقة الخليج، وأنت سفير لدولة قطر هنا في واشنطن، من خلال منظورك كيف تبدو لك علاقة الولايات المتحدة مع منطقة الخليج في سياق هذه المقابلات للصحفي جيفري جولدبرغ؟ بخصوص ما تفضلت به حول ما قيل حول هذه المقابلة لجيفري جولدبرغ، طرحنا هذا الموضوع على المسؤولين خلال لقاءاتنا المشتركة في إطار مجلس التعاون، المسؤولين هنا في واشنطن، في واشنطن، وأكدوا لنا بأن هذه المقابلة أخرجت عن سياقها العام، والدليل على ذلك الآن التأكيد على من الجانب الأمريكي على أهمية القمة القادمة التي سوف تنعقد في الرياض. ونحن نتطلع بأن هذه القمة حتكون مهمة للجانبين، وأيضا أن هناك في أفكار جديدة سوف تطرح. القيمة الاستراتيجية اللي تقدمها دول الخليج للولايات المتحدة قيمة كبيرة في مجالات عديدة، أمنيا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا، وأن دول الخليج ومنطقة الخليج بشكل عام والجزيرة العربية أصبحت مركز ثقل قوي في الوطن العربي، ولذلك الولايات المتحدة ترى أن الاستتباب الأمن والاستقرار بدون هذه التجمع الإقليمي المهم سوف لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة. سيد سفير، يعني عطفا عليه، يعني هل لاحظتم أنتم وأنت كسفير لدولة قطر هنا في واشنطن مثلا، هل لاحظ أي تغيير في الطريقة التي تعرف بها الولايات المتحدة مسألة الدفاع عن المصلحة المشتركة بين الولايات المتحدة ودول الخليج؟ يعني هناك من يقول أوباما ملتزم بأمن الخليج ولكن ليس كما كان معروف في المنظومة الأمنية السابقة، هل لاحظت أي تغيير؟ أولا أخ عبد الرحيم، دعني أؤكد على أمن الخليج هو أمن خليجي في الدرجة الأولى، طبعا باعتبار المنطقة منطقة استراتيجية مهمة عالميا طبعا للولايات المتحدة مصالح، والوجود الأمريكي في المنطقة مهم جدا للاستتباب والأمن، ومن هذا المنطلق خلقت هذه الشراكة والعلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة. ولكن من خلال لقائنا مع المسؤولين لم نلمس ولم نسمع أي تقليل من شأن هذه المنطقة، ونحن في دول الخليج عندنا تفكير جديد الآن في المنطقة بالاعتماد على أنفسنا بالدرجة الأساسية، وهذا أعتقد اتخذت قرارات استراتيجية خلال قمة دول مجلس التعاون بأن المنطقة تمر بظروف صعبة للغاية وتحديات كبيرة واختراقات أمنية كبيرة في منطقتنا، لن نسمح لهذه الاختراقات، ولذلك أخذ قرار خليجي بحت بأن أمن الخليج هو لدول الخليج هي المسؤولة الأولى. نحن دول نريد الأمن، نريد الاستقرار، نريد السلام، ونمد يدنا للجميع، وهذا مهم للولايات المتحدة. وأعتقد أن الولايات المتحدة لا زالت النظرة الاستراتيجية لمنطقة الخليج قائمة. سيد سفير، الآن بالنسبة للملف السوري، يعني كيف ترى أنت كسفير لبلادك في واشنطن
مستقبل العلاقات بين واشنطن ومنطقة الخليج في ظل تعقيدات الملف السوري؟ أحد المقررات القمة في كامب ديفيد، وبالتأكيد سيتم التأكيد عليها في قمة الرياض، هو تطوير نهج جماعي مشترك لحل قضايا منطقتنا، منها سوريا، منها اليمن، العراق، ليبيا، هذه كلها أو لبنان، كلها قضايا مهمة بالنسبة لنا. بالنسبة لسوريا، احنا نؤكد دائما بأن ما يقبل به الشعب السوري هو من حل سياسي، هذا نؤكد عليه، وفي نفس الوقت نؤكد أيضا بأن هذا النظام القائم الموجود الآن ليس له مستقبل، لأن بعد كل الدمار والخراب والقتل اللي أصبح الآن الشعب السوري يعاني منه بشكل يومي، أن يكون له مستقبل في سوريا. لذلك نحن نتعاون مع الولايات المتحدة، مع دول إقليمية في المنطقة والمجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة التي أصبحت تؤرق ليست بس دول المنطقة، ولكن حتى دول أخرى منها أوروبا ومشكلة اللاجئين.